الحفلات كملت مع شمة حمدان وفيصل الجاسم في الجي بي ار، بس في حاجه ما عجبتش شمة في الحفله دي. العجقة كانت فظيعة اليوم عشان الناشونال دي وشي، فتأخرت شوي صح. فالحفلة كان المفروض تبدأ الساعة 8، وعشان ما يخلوش الجمهور يمل اتحول المسرح لتالنت شو. شمة وصلت الساعة 9 إلا تلت وحضرت بالستايل المعتاد بتاعها، ببليزر لونه بيج متزين بكريستال مع بنطلون بنفس اللون من تصميم منى الزرعوني مع شال علم الإمارات، وطلعت على المسرح وبدأت تغني من غير ما تعتذر على تأخيرها، والتأخير ده ما أثرش على مزاجها وحماسها كان واضح، والجمهور شاركها نفس الشعور. والغريب انها ما غنتش الاغنيه الوطنيه اتنفس بلادي اللي كانت نزلتها في المناسبه دي. نفس الناس عادي وانا اتنفس بلادي. كنت حابه ان تكون كمفاجاه بكره ان شاء الله، لان عندي حفله ثانيه بتكون في راس الخيمه ان شاء الله، فبغنيها باكر. وقبل الاغنيه دي كانت نزلت معجبه من الحانها واللي وصلت لحوالي 1,000,000 فيوز في اقل من اسبوع. واسع خيالك اكتبها انا كذبك معجبه. اول مره تصير معي في يومين توصل هالكثر مشاهده في اليوتيوب، ففكر اني اصور. وخلال لقائنا معاها اخذنا بالنا من التاتو الجديد اللي عملته. التاتو مكتوب فيه دريمز كم ترو، الاحلام تتحقق. سويته انا تقريبا قبل سنه، حبيت ان انا اكتب هالشيء احساس ان كل مره اشوفه اتذكر ان انا قاعد احقق احلام. اما فيصل الجاسم فكان متحمس جدا عشان يقابل الجمهور في الجي بي ار. اليوم الوطني شيء الواحد يقدم فيه كل ما يقدر من مجال الفني، بس مجرد تعبير لحب لبلده. كل عام والإمارات بألف خير. الله يا دار زايد. الجاسم بدأ الحفلة بأغنية نرزف لها. وفرحته كانت واضحة جدا طول الوقت، وكمان حمس الجمهور وهم كمان اتفاعلوا معاه. فيصل الجاسم كان له أكثر من نشاط بهالمناسبة، ومنها لحن أغنية حسين الجسمي عيدي اللي أطلقها من كم يوم. إحنا حلقتنا خلصت، وهنسيبكم مع الجريني جميلة وطارق الحربي، وهنشوف إزاي كملوا لقائنا معهم. وأول سؤال كان لجميلة عن الأجواء الكوميدية اللي بتعيشها معهم. بعرف باي باي.